دولة تولي الاهتمام بكل التفاصيل وبأي مواطن وفي حق المواطن في العلاج. المواطن ده هو من ساعة ما بيتولد إلى آخر يوم في حياته على ظهر البسيطة. خدوا بالكوا أنه الرئيس خد قرار وقال أنه المرض ده تحديدا ضمور العضلات هيبقى على نفقة الدولة، الحقنة اللي هي أغلى حقنة على سطح الكوكب، 34 مليون ولا 35 مليون جنيه أظن. يمكن بيحصل بالفعل يعني علاج للمرة التانية، الحقنة التانية راحت لآسر كريم الدين محمود، دكتور ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس والمشرفة على هذا المشروع. أهلا بك يا دكتور ناجية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، إزاي صحة حضرتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طمنينا على آسر يا دكتور. الحمد لله الحمد لله، الحالة مستقرة وآسر خرج من المستشفى الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت شايف لسه صورة وحضراتكم حواليه، واضح ان هو يعني الحمد لله زي الفل. يعني نحتفل بقى، لازم نحتفل بيه ونشجعه طبعا قبل ما يخرج. اوكي كده خلاص اسر بياخد الحقنه طبقا للتكنيك اللي حضرتك شرحتيه لي قبل كده، وانا خلاص يعني هبقى خبير بقى واجي اساعد في الموضوع ان شاء الله. الجين يحمل على فيروس ويحقن بعد كده، صح كده؟ تمام. طبعا انا بسطت الموضوع وكانه موضوع بسيط. احنا هو احنا دلوقتي بنعد اطفال، في مجموعه من الاطفال بنعدهم، الاعداد هو اللي بياخد وقت، ان احنا بنعمل تحاليل معمليه وتحاليل الاجسام المضاده ضد الفيروسات، ودي لازم تتعمل في معانا المتخصصه. فاحنا عندنا دلوقتي مجموعه من الاطفال بنعدهم، ان شاء الله اول ما تحاليل الفيروسات تخلص دول هننطلق، هيبقوا دول الأطفال اللي ضمن مبادرة السيد الرئيس بإذن الله. طيب أنا كنت لسه بسأل على ده بقى. فعلا يعني إحنا دلوقتي عندنا مثلا قاعدة بيانات فيها كم طفل يا دكتور؟ والله يا فندم إحنا الأطفال اللي هم جاهزين للحقن دلوقتي معانا حوالي 25 طفل. 25 طفل؟ دول اللي تم فحصهم باللجنة الأسبوع الماضي، بس طبعا لازم يبقى فحص دقيق جدا، وبنفحص التحاليل الجينيه والتحاليل المعمليه للطفل وحاله الطفل نفسه، وظائف التنفس، البلع، علشان لازم الطفل يبقى لائق من ناحيه الحقن الجيني. طبعا بعض الاطفال لقيناه جاهزين تماما محتاجين بس التحاليل اللي هي الفيروسيه، وبعض الاطفال لسه محتاجين اعاده تقييم. فاحنا طبعا المشكله ما بتبقاش في الحقن قد ما هي مشكله الاعداد للحقن. فاحنا دلوقتي عندنا مجموعه من الاطفال الحمد لله بنودهم، وفي تعاون تام وتكامل تام بين جامعه عين شمس وبين وزاره الصحه، وان شاء الله يعني هنفرح الاطفال دول قريب بان هم كمان هياخدوا جرعتهم باذن الله. طب والفلوس في الحاله دي بقى يعني متوفره موجوده معانا، بحيث لو لقينا عدد من الاطفال ويا رب يطلع كلهم لائقين، يعني انه لقينا ان الاطفال لائقين، احنا هنبقى جاهزين على طول على استيراد الحقنه؟ ان شاء الله احنا لغايه دلوقتي ضمن مبادره السيد الرئيس، وهي بين اتفاقيه بين وزاره الصحه وبين شركه نوفارتس للعلاج الجيني العالميه، فلغايه دلوقتي احنا الحمد لله ماشيين ضمن اللي هو الاتفاقيه، وربنا يسهل. وعندنا بعد كده في حساب اتفتح في صندوق تحيا مصر، احنا بندعو المجتمع المدني اللي هو تبرع لرشيد وتبرع ليال ان هو يكمل التبرعات، لان الدولة مش هتقدر ان هي تتكفل بكل العلاج ده. احنا زي ما قلنا ان الصندوق ده هو اللي هيساعدنا ان احنا نجيب العلاجات للاطفال، واكيد كل ما طفل بياخد حقنة وبيتحسن دي يعني اعتقد ده بيساوي الملايين. طيب باذن الله. طب صحيح بخصوص انه حضرتك ذكرتي ليال، فانا مهتم بيها يمكن لانها من دمياط من عندنا، الوضع بتاعها يعني سواء اذا كان وضعها الصحي زائد كمان مساله توفير النفقات العلاجيه، وصلنا فيه لحد فين ده يا فندم؟ ان شاء الله ليال من الحالات المستقره، وهي اسمها على قمه يعني الاسامي اللي هي مرشحه
ان احنا تاخد الحقنة باذن الله ان شاء الله. باذن الله باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور ناجية. كل الشكر لحضرتك دكتور ناجية فهمي، استاذة المخ والاعصاب بجامعة عين شمس، والمشرفة على برنامج الحقن بهذا العلاج اللي زي ما كنت بقول لكم الاغلى في العالم. احنا معانا الاستاذ كريم الدين محمود والد آسر. ازيك يا استاذ كريم؟ تمام الحمد لله يا استاذ. الحمد لله على سلامة آسر. الله يسلم حضرتك. طمنا عليه بقى. الحمد لله الحمد لله دلوقتي احسن الحمد لله، واحنا الحمد لله خرجنا من المستشفى النهارده الحمد لله. الحمد لله خلاص كده هو موجود في البيت. الحمد لله. في بقى حاجات تانية بتبدا تتعامل مع آسر بحيث انه باذن الله يتمم شفاء ويتعافيه بشكل كامل باذن ربنا؟ طبعا، يعني الدكتوره ناجيه كانت حاطه لنا برنامج ان شاء الله هيمشي عليه الفتره الجايه، وبرنامج اللي هو علاج طبيعي وعلاج مائي واسلوب معين في التغذيه، وفي ادويه هيمشي عليها. ويعني صراحه يعني انا حابب طبعا استغل الفرصه دي، ويعني اشكر طبعا الدكتوره ناجيه وهي والطاقم الطبي وجميع الممرضين وجميع العاملين في مستشفى عين شمس. صراحه يعني جزاهم الله كل خير طبعا، وعلى راسهم الاستاذ محمود المكيني رئيس جامعه عين شمس، اللي بجد يعني سهل جدا الاجراءات دخول الحقن عن طريق تواصله مع وزاره الصحه ووزاره الماليه. الحمد لله الحقن دخل بدون اي جمارك او دمغه، يعني جزاهم الله كل خير طبعا. وطبعا في طاقم طبي ثاني مع الدكتوره ناجيه هيتابع برضه حاله آسر من جزء التنفس والتغذيه زي ما قلت لحضرتك والعلاج الطبيعي. يعني شكرا ليهم جميعا صراحه. الشكر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يخليك يا استاذ كريم ويخلي لك آسر كده ونشوفه احسن واحد في الدنيا باذن الله. واول بقى كده ما يبقى يعني شدت حيل وتكونوا انتوا استريحتوا حبتين، لانه اكيد كنتم في معمعه طويله، تنورونا بقى في البرنامج كده. طبعا لينا الشرف باذن الله. ده احنا اللي نتشرف بيكم، ده احنا اللي نتشرف بيكم. ربنا يا رب يخليه لكم ويتمم شفاه. بالمناسبه يا جماعه، اي حد عنده استفسار حول مسألة مرض الضمور العضلي اللي عند الأطفال اتصل على 106. ما تاخدش رأي حد، اتصل على 106، اسمع وشوف واعرف، وهكذا يتم إيه؟ يتم توجيهك. يبقى 106 106 106 لمرض الضمور العضلي.